السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في الحلقة 26 من برنامج اللؤلؤ المكنون والمختص بعفة المرأة وحجابها. لقد ذكرنا في الحلقات السابقة بأن الآثار المترتبة على السفور والتبرج أولها الآثار الدنيوية المحسوسة والتي عبرنا عنها بفلسفة الحجاب، وثانيها هي الآثار الدنيوية غير المحسوسة للتبرج والسفور. ونقصد طبعا بالآثار الدنيوية غير محسوسة أي التي لا تدركها الحواس ولكن يدركها العقل بالآثار، ومنها أولا التلوث الروحي، بمعنى أن التبرج والسفور يؤدي إلى التلوث الروحي، بينما الحجاب الشرعي الكامل يحافظ على طهارة قلب المرأة والرجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأن القلب يتأثر بالكلمة والنظرة والاختلاط والجو الحميم فيتلوث تدريجيا ولا تشعرين به، لأن التلوث باطني في القلب ولكن تأثيره رح يظهر على السلوك والأفعال والطباع شيئا فشيئا، مثل المرض الخبيث والعياذ بالله الذي حينما ينمو في الجسد لا يشعر به الإنسان، فإذا غفل عنه استفحل وإذا انتبه لنفسه ربما عالجه. النقطة الثانية هو الأثر الغيبي الثاني المترتب على التبرج والسفور هو اللعن، بمعنى الطرد من رحمة الله. فمعلوم أن كل معصية يرتكبها الإنسان هي تؤذي الله والرسول وأهل البيت، وبالتالي سوف يستحق اللعن أي الطرد من رحمة الله، بدليل قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أي أن السافر من خروجها من بيتها إلى أن ترجع للبيت فهي تؤذي الله والرسول، فإذا كانت موظفة أو طالبة اللي تضطر للخروج سيكون معدل أذيتها لله ورسوله في اليوم الواحد على الأقل ربما من 6 إلى 8 ساعات أو أكثر. أتتوقعين أن مثل هذه المرأة رح تنال رحمة الله تعالى أم غضبه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، إلى أن قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فالتبرج والسفور من الكبائر فلا تستخف المرأة به، فذنبه عظيم لكونه من مصاديق التجاهر بالفسق، ومعلوم أن التجاهر بالفسق أعظم بكثير من غير المتجاهر، وشرعا تجوز غيبته وتسقط شهادته ويسمى بالفاسق، وهذا عدا فترة المعصية الطويلة اللي يساوي عدد ساعات تبرجها أمام الرجل الأجنبي، وهي راح تتحمل إثم كل من قلدها في تبرجها وتزينها. قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأيضا تتحمل نسبة من إثم المعصية الذي ارتكبه بسبب تعرضه لإثارتها، سواء كانت نظرة محرمة أو عقد علاقة غير شرعية معها أو مع غيرها. الأثر الثالث الغير محسوس والذي تتعرض له المتبرجة أكثر من المحجبة بالحجاب الشرعي الكامل هو ضيق الصدر، بمعنى أن التبرج والسفور يؤدي إلى ضيق الصدر. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي أنها تتبرج وتكشف عن محاسنها لتشعر بالسعادة، ولكن لن تشعر بالسعادة بل ستشعر بالشقاء، لأن السعادة لا تأتي إلا بنيل رضا الله تعالى. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النقطة الرابعة هو سلب النعم ونزول البلاء. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذنوب لها آثار متعددة كما نقرأ في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء وتنزل النقم وتغير النعم، وغيرها من الآثار. الأثر الخامس للتبرج والسفور الأثر الغيبي طبعا هو تحمل آثار المتابعين والمقلدين لها. قال تعالى: ونكتب ما قدموا آثارهم، أي لما تجاهرت بالفسق فخرج السافرة متبرجة واضع رموش ومكياج وغيرها، كم امرأة فتأثرت بها وغارت فقررت أن تقلدها. لنفترض 10 نساء قلدنك وكل واحدة من هذه 10 قلدوهن، فأنت يوم القيامة رح تتحمل
حاسبين على 100 إثم وليس إثم واحد، هذا عدا تقليد الأخريات لكل واحدة من المئة، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تخيل الرواية تقول إلى يوم القيامة، يعني الأمر مفتوح، وهذا لا يعني أن التي قلدتك لا تحاسب، بل سيفتح لها ملف ويسجل عليها إثم، فإذا تجاهرت بالفسق وتم تقليده تحملت آثام المقلدين، إلا أن تتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى. الأثر السادس الغيبي هو هتك ستر الله، أي بمعنى سوف يفضح الله تعالى ذنبها المستور عن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترا ما بينها وبين الله عز وجل. طبعا ليس بالضرورة أن يقصد بنزع الثياب المعنى الحقيقي، بل قد يشمل كل من نزع الثوب العفة والحياء لغير زوجها، فالتي ترتدي ثيابا غير ساترة بالستر الشرعي كأن يكون ضيق وغير ساتر المفاتن لمفاتن بدنها، فهي نازعة لثيابها الساترة، وبالتالي تكون قد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. ووجب على الزوج أو الأب أو الأخ وغيرهم أن يحرصوا ويحافظوا على أعراضهم ويحافظوا عليها من الانتهاك بالتبرج والسفور، فإن الرجل الساكت عن ذلك عبرت عنه ترى الروايات بأنه ديوث. ووجب علينا أن نربي أولادنا أخواتنا وذوينا على العفة، وأن نعلمهم أن نحب لهم ما نحب للآخرين، فلو علم أحدكم بأن فتى أو رجل يرغب في التحرش بأعراض الآخرين فننصح بأن تذكري بهذه الرواية المروية عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهما، فقال: إدنه، فدنا منه تقريبا، قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلنا الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: فتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلنا الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلنا الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: فتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلنا الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلنا الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا لهذا اليوم، ورح نكمل البحث في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.